عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لقناة الدار على هذه الاستضافة. عبد الرحيم السعدي مدون إلكتروني وباحث في قضايا شؤون سياسية لبلادنا. أولا شكرا على هذا السؤال المهم وعلى هذا الموضوع الذي اجتاح المواقع التواصل الاجتماعي بسرعة قياسية واستطاع أنه يوصل للتوندونس ويحصل على التوندونس لساعات قليلة منذ الخروج دياله. فالتدوينة أو الوسم الذي أطلقه المغاربة ديال عبد الناصر ناصر عبد الصمد يمثلني، هذا الوسم استطاع أن يصل إلى درجات قياسية في التوندونس. هذا صحفي مغربي اشتغل من 1994 في القنوات المغربية، ومنذ 1997 سجل الحضور دياله في قناة الجزيرة الإعلامية. هذا السيد هذا كما قلنا أنه هذا السيد هذا استطاع أنه يخلق واحد الاسم مهني كبير على مستوى العالم العربي، وصل لواحد الدرجات ديال الكفاءة وديال الشهرة اللي خولت ليه أنه يكون محبوب عند جميع المغاربة وعند جميع العالم العربي. هذا السيد هذا كما قلنا تعرض للإقالة والطرد التعسفي من طرف قناة الجزيرة العربية، اللي قناة كما كنعرفوها قناة إعلامية كبيرة، تعرض للطرد المباشر. والأسباب كانت تضع أمامنا عدة تساؤلات، لأن السبب الذي تم من خلاله الاستغناء عن هذا الصحفي كان سببا خارج عن إطار حرية الرأي التي تدعيه قناة الجزيرة. هذا أولا. ناصر عبد الصمد حينما سجل تدوينته في منصة التويتر، منصة مستقلة ليست تابعة لقناة الجزيرة، أولا منصة تويتر قناة مستقلة عالمية الكل يغرد فيها كيف يشاء، وحرية التعبير كما قلنا هي حرية مكفولة للجميع، وليس لقناة الجزيرة الحق أنها تصادر حرية صحفي كما الصحفيين الآخرين الذين يغردون كيف يشاءون. التغريدة كما قلنا لناصر الصحفي المتميز جزاه الله خيرا عنا، كانت تغريدة متميزة، تغريدة هادفة، رد فيها من خلال تدوينته على شريط تلفزي قامت به السلطة أو الإعلام الجزائري الرسمي في قناة رسمية تتهم فيه المغرب وتتهم فيه شرف المغربيات بالدنيا وبالعهر إلى آخره وبالمخدرات وبي. هذا الصحفي نفسه فيه النفس بالدرجة، كنقولوا احنا المغاربة غيور على الوطن، لا ما يقدرش يخلي هذا بدون أن يدون، خصوصا أنه يهاجم من طرف صحفيين وإعلاميين من داخل القناة يوميا. التغريدة ارتأينا من هذا المنبر الحر، هذا المنبر اللي صراحة منبر هادف وكنشهدوا له هذا المنبر ديال موقع الدار، نشهد له بالمهنية الصادقة وبحب الوطنية المتميز. ماذا جاء في التغريدة ديال ناصر؟ ناصر كتب ردا على هذه الادعاءات المغرضة ضد وطننا، كتب: هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل ندالة بالتجار بعرض وشرف نساء المغربيات. أي فجور غير المسبوق هذا، وأي وضاعة هذه يا عديم الأخلاق، بئس الإعلام، إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون. هذه تغريدة عادية يرد فيها من خلال أنه مغربي وطني يحب وطنه إلى درجة أنه لا يرضى أن ينعت. قناة الدعارة كما قلت وهي كلمة صادقة، ارتأينا صراحة الإعلام الجزائري استطاع أنه يتغلغل في بعض القنوات العربية
واستطاع انه يدخل هذيك كنقولوا بالدارجه ديك السوسه بزاف المواقع مثل الجزيره مثل القناه العربيه اللي كتحاول ما امكن تاخذ هذوك المواقع باش تجعلهم مثلا هدف مباشر انهم يضربوا المغرب ويضربوا الشرف ديال النساء المغربيات ويضربوا هذيك. لكن الحمد لله هناك رجالات مغاربه لا تهمهم وظيفتهم ولا يهمهم مقامهم ولا يهمهم اي شيء اكثر من انهم يرتاؤون انهم دائما حينما يرون امرا يهدد المغاربه يخرجون بوجوههم ويخرجون ويدافعون كما وقع لناصر عبد الصمد. ناصر عبد الصمد صراحه لانه هو الموضوع ديالنا هو المستهدف. ناصر عبد الصمد استطاع ان يزلزل عرش قناة الجزيرة من خلال هذه التغريدة. هو لم يغرد في قناة الجزيرة بل غرد في موقع مستقل، واستطاع من خلال التجمع ومن خلال التضامن الكبير الذي وقع له من طرف المغاربة جميعهم والمغربيات استطاع أن يصل صراحة. واستطعنا نحن كمغاربة أن نعطيه وسام صحفي إعلامي خارج أرض الوطن. وهنا نفتح الباب أمام خونة الوطن الذين بمجرد أن يغادروا الوطن أو بمجرد أنهم يسقطون في شبكات من أجل استفزاز وطنهم الحر ينساقون وراء دولارات من أجل مهاجمة بلدهم الحر. المغاربة الأحرار والله ولو أعطيتهم مال الدنيا وذهب الدنيا لن يتجرؤوا أن يقولوا شيئا كلمة واحدة في وطنهم الذين تربوا فيه وعاشوا حياتهم فيه ولهم فيه جميع لهم فيه أصل والنشأة والوطن وحب الوطن لا يقاس بمال. من الأسئلة اللي كتعطيك اللي عتعطينا واحد الرؤية واضحة حول هذه القناة. قناة الجزيرة صراحة ما حدث للمغربي الشام الأستاذ عبد الصمد كما قلنا لم يكن صدفة، بل نتيجة لتحيز الجزيرة لموقف أعداء الوحدة الترابية واللوبي الذي تكون داخلها. نعلم علم اليقين أن دولة الجزائر حينما هاجمت المغرب في صحرائه وحينما هاجمت المغرب على جميع الأصعدة لم تنل منه ولو ذرة. وحين ذاك توجهوا إلى إعلامات مثل إعلام الجزيرة وإعلام بعض المنفصلين حاولوا من خلاله أن يستدرجون بعض المرافقين وبعض الناس لكي يأخذوا الرشاوى الكبيرة. هذا إعلام الجزائر، هذا يفعله الإعلام الجزائر. وصراحة كما قلنا الجزائر دولة قطر كما قلنا دائما منذ البداية ديالها كانت دائما تلفت السموم من خلال إعلامها تجاه الوطن. والمغرب كما قلنا كان في التسعينات كان قد أغلق المقر ديال الجزيرة الفرع في المغرب نتيجة لتحرش بعض الصحفيين على المغرب ووضعناهم عند الحد ديالهم. ومن بعد جاء الحصار على دولة قطر الذي كان ملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اقتحم هذا الحصار واستطاع أن يكسر هذا الحصار. وحين ذاك القنوات القطرية كلها تشيد بهذا الموقف الشجاع الذي فعله ملك المغرب. لكن كل هذا الجمهور الذي كان قد تعاطف مع قناة الجزيرة آنذاك وكان قد تعاطف مع أمير قطر وكان قد تعاطف مع دولة قطر من خلال الحصار هو نفس الجمهور الذي تعاطف اليوم مع ناصر عبد الصمد، لأن ناصر عبد الصمد مواطن مغربي استطاع أن يصل إلى العالمية من خلال إعلامه المتميز والمهني. وهذا ليس بشهادة مغاربة وإنما هو بشهادة إعلاميين كبار في الوسط العربي. قناة الجزيرة حينما تم إطلاقها وحينما انطلقت كما علمنا سابقا أنها هي قناة ساهمت في عدة
ثورات في الدول العربية، واستطاعت أن تؤثر على دول عربية، واستطاعت أن تهيج المشهد الإعلامي والمشهد في جميع الدول العربية. لكن المغرب حصن حصين مانع على جميع الإعلام. إعلام هذا كنعتبره، المغاربة يعتبرونه إعلام مقزم، لن يستطيع أن يحقق شيء من خلال داخل المغرب. ناصر عبد الصمد، ناصر عبد الصمد الصحفي الإعلامي صراحة تعرض لموجة انتقادات ولموجة عنصرية من داخل قناة الجزيرة. قالت قناة الجزيرة أنها السيد ناصر عبد الصمد، لماذا تمت إقالته؟ قالت سببا غير وجيه، لأن السبب الذي أطلقته قناة الجزيرة قالت لك نريد تشبيب القناة. هذا التشبيب تم إسقاطه فقط على ناصر عبد الصمد. وهناك صحفيون وصلوا إلى أكثر من 66 سنة و70 سنة ولم يتم مثلا إقالتهم. هذه الإقالة هي ممنهجة ضد ناصر عبد الصمد، لأن هناك كما قلت أخيرا هناك جهة لوبي تكون داخل إعلام الجزيرة واستطاع أنه يحارب هذا السيد. والدليل أن عبد الصمد ناصر مهني ويحترم مهنته بكل جرأة بكل صرامة. ناصر عبد الصمد غرد فقط في التويتر كما يغرد الدراجي يوميا، يسب المغرب ويدق على المغرب يوميا، ولم يتم إقالته أو يتم توجيه دعوة إليه بالإقالة كما فعلوا مع الشريف ناصر عبد الصمد. كما قلت منذ القدم ومنذ أن تأسست الجزيرة أطلقت على نفسها واحد، أعطت لنفسها واحد الشعار اللي عرف وهو اللي كيدير به البدايات إلى آخره، عرف أنه كيقولوا أن الجزيرة قناة الرأي والرأي الآخر. ما معنى الرأي والرأي الآخر؟ أنها تحب، أنها صراحة ليست لها عقدة مع الطرف الآخر. هنا كيبينا بأنهم حرية التعبير، كيفما كانوا كيهاجموا دول وكيهاجموا أنظمة وكيهاجموا هذيك، اليوم صراحة احنا كمغاربة اندهشنا ووقفنا حائرين، والله العظيم وقفنا حائرين أمام هذا الفعل الشنيع الذي قامت به الجزيرة. الجزيرة حينما كانت موضوعية إلى حد ما كما يقول المغاربة، كان المغاربة كلهم يلتفون حولها، كل المغاربة كانوا يلتفوا حول الإعلام لأنها كتجيب لنا الإعلام الوطني العربي كامل وكتقدم لنا. لكن حينما نرى بأن قناة الجزيرة أصبح يضرها فقط تغريدة ديال واحد الصحفي يدافع على بلاده وفي منصة مستقلة، هذا كيطرح لنا أكثر من تساؤل. كيف يعقل أن الجزيرة أصبح مبقاش عندها الكاريزما، أنها أصبحت تقيل الصحفي من أجل رأيه داخل قناة، داخل منصة إعلامية ديال تويتر لكل الصحفيين في العالم العربي كيوضعوا تغريدات ديالهم وكيتعتبر هذاك الرأي يعبروا عن رأيهم فقط. إحنا اليوم هذا السيد هذا كنطالبه، أنا كمغربي وطالب من وزير الثقافة المغربي السي بن سعيد كشاب وكيحب بلاده وكيحب ملكه، كان نطالب بأن هذا السيد هذا يردوا لي الاعتبار ديالو باش يفرحونا كمغاربة. لأن واحد الإنسان اللي تخلى على الموقف وتخلى على المهنة ديالو اللي كانت تضر عليه ملايين ديال الدولارات، حينما اصطدم مع الموقف ضد المغرب واستطاع أن يدافع عن بلده، وحينما تم المنادات عليه ولم يغير رأيه ولم كما قالوا له مسح التغريدة، قال لهم والله لن أمسح التغريدة لن أمحيها، لأن هذيك التدوينة اللي درت أنا، هذيك التدوينة وسام ديال الشرف أعلقه على صدري. المغربيات شريفات وعفيفات، وتحية لهم من هذا المنبر، وشكرا لقناة الدار اللي كتتبع المواقف دائما الحرة والوطنية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.